السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دوجا شانيل. كنتمنى تكونوا في أحسن حال إن شاء الله، ومرحبا بكم فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم طريقة تفصل الجلابة مخزنية بطريقة اللي هي سهلة وبسيطة، وأي مبتدئة ممكن أنها تخدمها بكل سهولة. ما نطولش عليكم هذا الفيديو، إذا كنت كنفيدكم ما تنساوش الاشتراك في القناة وتدعموني بلايك باش يوصلكم كل جديد، ونبداو على بركة الله. وأول شيء كناخدو هو القياس ديال الكتف. عندي في قياس الكتف 37 سنتيم زائد سنتيم الخياطة هي 38 سنتيم. كنحدد القياس ديال 38 سنتيم، وكنطيح الكتف ديالي بستة ديال السنتيم، لأنها جلابة مخزنية ضروري الكتف ما يكونوا طايحين مزيان، بالخصوص من تيكون التوب ديال الكريب. وكنحدد القياس ديال الكتف. كناخذ القياس ديال دورة العنق، كتبقى قاعدة أساسية 8 ديال سنتيم، وكنزلو بزوج ديال سنتيم، وكنحدد القياس ديالي. نتمنى أنه يكون واضح لأن التوب شوية مايل للأبيض، يعني ما بغاش يبان لي مزيان في التصوير. وكناخذ القياس ديال التركيز. بالنسبة للتركيز كيتراوح ما بين 30 حتى 32 سنتيم، أنا كنفضل 32 سنتيم. بالنسبة للجلابة كتعجبني تكون تجي واسعة من جهة التركيز، كتجي هماوية أكثر. وكناخد القياس ديال ربع الصدر، عندي 30 سنتيم، كنحدد القياس ديالي، وكنصل ما بين النقطة ديال الكتف والنقطة ديال ربع الصدر. الفصالة ديال جلابة مخزنية يعني من أسهل الطرق، وكنحاول ما أمكن أنني نبسط للبنات المبتدئات. وكقاعدة أساسية كننزلو بستين سنتيم باش ناخدو دورة الخصر. عندي في دورة الخصر 33 سنتيم، كنحدو القياس ديال 33 سنتيم، وكناخدو طول، كناخدو القياس ديال الطول، عندها متر وخمسة وثلاثين سنتيم. وكنحدد القياسات ديالي من النقطة ديال ربع الصدر حتى النقطة ديال دورة الخصر حتى النقطة ديال الطول. بالنسبة للعرض درت 35 سنتيم، حيت هاد الجلابة غادي نديرو فيها الافتتاحات في الجناب. وكيف كتلاحظوا بان القياسات ما بايناش لان التوب عندي ميل ابيض، لهذا القياسات ما باينينش. نعاود معكم القياسات. كيف قلنا في الاول خديت الكتف ديالي فيه 38 سنتيم ونزلت ب 6 ديال السنتيم. وبالنسبه للتركيز كيتماشى ما بين 38 حتى 32، عفوا 28 حتى 32. بالنسبه للناس اللي ندير لهم 28، الناس الكليانه اللي كتكون ضعيفه او السيده اللي كتكون ضعيفه ممكن ندير لها 28، وكتماشى 28 حتى 32. بالنسبه لي انا هاد السيده مولاتها شويه معمره تبارك الله، درت لها 32. وكذلك خدينا دوره الخصر والطول ديالنا، كنظن بان راه واضح الشرح. وكيف كتلاحظوا بان التوب انا طويته على 4، حيت هاد التوب هذا عندي فيه المنكب، طويته على 4 ونسب ما فيش ايفازي، مي ما كيكونش الايفازي عندنا بزاف في الجلايل، يعني ممكن اننا نطوي التوب على 4. ندوزو للفصاله. بعد ما فصلت الظهر على الامام باش نديرو دورة العنق، كنزل دورة العنق 10 ديال السنتيم، بهذا الشكل هذا.
غادي نفتح ندير الفتحه الامام، غتكون عندي في الفتحه ديال الامام 40 سنتيم. وكيجي ربع صدر على هذا الشكل هكذا. كيف كتلاحظوا بان دوره العنق ما كتجيش دايره مزيان بحال اللي كنخدموها للقفطان، الجليبه كيجي شي شويه شفي باش كيجي مع القب. ندوزو نشوفوا طريقه تفصيل الكميمات. وكنطوي التوب ديالنا على أربعة كيف كتلاحظوا بهذا الشكل هذا. طويتو على هذا الشكل باش نخرج باش عفوا نخلي الثوب اللي غنخرج منه القب. وكناخذ الطول ديال الكمام، عندي 47 سنتيم. كنقاد الثوب ديالي على حسب القياسات اللي عندنا. وكناخذ القياس ديال الطول، عندي في الطول 47 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه، وفي التركيز عندي 32 سنتيم. كنحدد القياس ديال 32 سنتيم. وكنزل ب 6 ديال السنتيم. وكنحدد القياس. في الدورة ديال الكميمات درنا 19 سنتيم وكنحدد القياسات ديالي. وطريقة فصالة القب، أنا كنت باغية القب يجيني من الظهر ديالو يعني مسدود، ولكن التوب ما كفاش لهذا، ضروري اضطريت أنني نخدمه يكون مفتوح. وكناخد القياس ديال الطول ديال هذا القب، عندي 40 سنتيم. هاد القياسات ديال هذا القب كتبقى قاعدة أساسية، وفي الجهة المقابلة كنديرو 30 سنتيم. 30 سنتيم وكنزلو من الامام ديال القب 24 سنتيم. وكندخلو ب 10 ديال السنتيم. وكنحدد القياسات ديالي. كناخدو القياس من النقطه ديال 10 سنتيم اللي درنا حتى للطول ديال القب، وكذلك من العرض ديال القب حتى لنفس النقطه ديال 10 سنتيم اللي دخلنا ليها. وكنقسموا الامام ديالنا بهذا الشكل هذا في النصف، وكندخلوا بسنتيم وكنخرجوا بسنتيم. طريقه ديال تفصال القب راني شاركته معكم اكثر من مره. وهذا هو الشكل النهائي ديال الجديد ديالنا اللي شاركت معكم طريقه الفصاله ديالها.
طريقة اللي هي سهلة وبسيطة وأي مبتدئة ممكن أنها تخدمها بكل سهولة. كيف كتلاحظوا أنا درت لها شوية ديال التنبات بالعقيق، الخدمة ديال المعلم من السطوق، وكذلك خدمت لها الكميمات ديالها باللوينات، درت المغلف دراندا. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، كنتمنى نكون كنفيدكم إلى فيديو مقبل إن شاء الله، والسلام عليكم. أنا ليلى علي، أنا ليلى.